السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو اخر مع نوع اخر من الخبز اللي هو خبز الدقن او ايلان. هذا هو الشكل ديالو قبل ما نطحنو. طحنتو ايوا اللي طحنتو عندي كاس ديال ايلان هذا باش كنعبر مع كاس ديال الماء ونص كاس ديال الحليب معلقه ديال زيت الزيتون معلقه ديال الملحه بحسب الرغبه الملحه ممكن اللي ما بغاش ما يديرهاش. كنبدأ مع هاد الوصفه هادي كندير ايلان كنزيد اليوم الحليب حليب دافي والماء دافي. دائما واحد القاعده هو الا كان العجينة لقصة حيت كنزيدها شوية ديال السوائل ولا كانت سائلة كنزيدها شوية ديال الدقيق. الخبز تيكون الشكل ديالو تيكون خفيف قبل من الكيكة. غدا نحيدو هدا هو إلا الشكل ديالو. ندوبتو شوية في الفران حتى صهد باش يطحن ليا دغيا. كنزيد زيت الزيتون نمرت عند معلقة كبيرة شوية ديال الملحة شوية ديال الملحة وكنحركو وكنطيبو في مقلاة ديال التيفال. الشكل ديال تيكون خف شويه من الشكل ديال الكيكه. الا مزيانين المرضى السكري والناس اللي عندهم الناس اللي كيت العيالات والناس اللي كيطيح لهم الشهر حتى هو مزيان مزيان صحاب الريجيم مزيان الناس اللي عندهم كوليسترول يعني فيه فوائد كثيره بزاف. الا اللي كيضروا الكبد هو الشكل ديالو تيكون خفيف. هو سهل سريع ومفيد وصحي. ممكن تزيد ليه ملعقة ديال النشا او ملعقة ديال دقيق الحمص. انا هذا هو الدقيق اللي كنستعمل ديال الحمص بحال هذا هو المعتمد عندي. ودقيق إلا نتا هو كيتباع في الأسواق الكبيرة مبغاش يقادو راه كيتباع في الأسواق الكبيرة. هذا هو الشكل ديالو النهائي. نتو دابا نطبخو إن شاء الله. بسم الله نبدا نطيبو. غنمسحو المقلة بشوية ديال زيت الزيتون أو الزبدة. كنخليوه كيطيب حتى كينشف وتنقلبوه للوجه الاخر. هاد الخبز ممكن تاكلوه مع اي حاجه للفطور لا مع المرقه مع اي حاجه مع الجبن مع الزبده زيت الزيتون مرقه بجميع الانواع ديالها. تقريبا دقيقه ممكن تنقلبو دقيقه من بعد دقيقه اخرى. الا فيها فوائد كثيره بزاف. الناس بزاف كي في الشرق الاوسط كيطيبوا به الخبز
تيستعمل بزاف هما كيديروا الخبز كيديروا به خصوصا في الهند كيديروا به الخبز الحلويات كيديروا به اشكال كثيره في دقيق الا او الدخن هما كيسميوه الدخن اللي نقلبوها طيب الاخر طيب هذه ندير وحده اخرى طيب ان شاء الله نقدمو لكم غادي نقلبوها ها هي الشكل ديالها زوين خبز صحي وسهل سريع ممكن حتى الاولاد دير له شي ديال العسل اللي ما فيهش السكر ممكن يدير يزيد العسل زيد لي معلقه ديال العسل في العجين ويدهنوا بالعسل كيجي مزيان ولذيذ وصحي وسريع نديرو وحده اخرى العافيه كتكون مهيله باش كياخذ الحق ديالو في الطياب كيطيب على نار مهيله واخا كنعوج ما كاين مشكل يعني بغا كميه كثيره كيضاعف المقادير هاد الكميه هادي قليله تليك اربعه الخبيزات حتى الخمسه اللي بغا بزاف كيدير كيضاعف المقادير ديال الخبز ممكن دير فيه بحال شكل ديال الكريب دير ليه الشوكولات ودير ليه الفريز حتى هو كيجي مزيان دهنو بالشوكولاته المر الشوكولاته المر مع الفريز كيجي بحال شكل ديال الكريب خليه يطيب على خطره ما كيستغرقش مده طويله يعني كيطيب سريع قولي باقي شي وحده ولا جوج يبقاو ليا نكملهم ونقدم معكم خبز النهاية هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا اللي كنصيب به مرضى السكري والناس اللي كيديرين ريجيم مزيان حتى الوليدات مزيان هشاشة العظام اللي عندو هشاشة حتى هو مزيان ليهم ممكن دير ليها بليز بدا والعسل وتعطي الوليدات مزيان صحي في الصباح ومع الكاسكروت مزيان وصحي ممكن دير لهم العسل زيت الزيتون او ممكن دير لهم الزبده والعسل او الفرماج او اي حاجه الى الخبيزه هذه ندير فيها مع الفرماج اي نوع من الفرماج
خبز سريع وصحي وسهل ومزيان. شكرا للمشاهدة، ان شاء الله تل فيديو اخر، نوع اخر من الخبز الصحي او اكلة صحية ان شاء الله. تابعونا ان شاء الله، ديروا الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو مع الناس اللي عزيز عليكم، احبابكم، باش تعمل فائدة ان شاء الله. السلام عليكم.